اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. ودي دجلة مع الاسيوطي، مباراة في استاد الدفاع الجوي، هيثم محمد وتامر محب وطه عادل ورجب نبيل والسيد سالم مؤاب سعيد واحمد عبد الرؤوف واسلام عادل حسام عرفات وستانلي دودي الجباس. ده تشكيل دجلة، دكة البدلاء امير نعمان، عمرو مرعي، محمد حمص، محمد طه، احمد محمدي، عبد الرحمن بودي، احمد المرغني. اذا ابرز الغائبين: امير عبد الحميد الحارس للاصابة، تشكيلة الاسيوطي: محمود حسن، محمود شديد، ادم ستيفي، محمود رمضان، حسن مجدي، عبد الله البلاط، ادوارد توماس، محمد ابراهيم، اسلام جمال، وائل علي، عطيه النشوي. على دكه البدلاء: شريف مدحت، محمد شديد، اناوي، البرنس نانا، رمضان، احمد علي، احمد صلاح محمد، حسام حسن، محمود صلاح، عبد الناصر. مباراه كيف تتوقعها كابتن ايمن؟ والله طبعا احنا اتكلمنا على ثلاثي المؤخره، الاسيوطي ودمنهور والنصر، وان هم ثلاث فرق بالنسبه للفرق اللي بتحاول تعدل من موقفها في الجدول بتبقى مباريات الفرص. يعني الفرقه اللي بتتعادل مع الثلاث فرق دول او يعني بتنهزم من الثلاث فرق دول بتبقى مشكله كبيره قوي. يعني وادي دجله النهارده بيسعى لافتراس الاسيوطي وبيسعى لثلاث نقاط تنقله هو كوادي دجله من المركز بتاعه ال 11 ب 11 نقطه لمركز ايضا متقدم ب 14 نقطه، يعني برضه هينط في الجدول خمس ست اماكن، خاصه ان فرقه الاسيوطي رغم التحسن والتطور الفني اللي طرا عليها، لكن بالتعادل الاخير في المباراه المميزه اللي لعبوها مع الشرطه وتعادلوا 2-2 بهدفين لو تفتكر بتاعت اسلام جمال ومحمد جمال، عملوا مباراه كويسه قوي الاسيوطي مع الشرطه وقدموا مباراه كانت مميزه وعرفوا يتعادلوا مع الشرطه جايين بعد الاجازه دي بالتركيز ده بالاحساس التعادل. اعتقد في ثقه دخلت عندهم شويه، في احساس دخل عندهم، بيحاولوا يغيروا الرؤيه اللي بتيجي عليهم ان هم فريق للهزيمه فقط وان الفرق دي حصلت المجموعه، بيحاولوا يغيروا ده. وادي دجله رغم عروضه المميزه ورغم ان حصل مباراتين مهمين جدا لمدرب وادي دجلة في المباريات الأخيرة، لكن هو جاي لك من هزيمة كانت أمام الإسماعيلي 2-0 أو جاب جون في الدقيقة 90 بين 2-1 حاجة كده، يعني 2-1، لكن جاي من هزيمة برضو كان حسام عرفات برضو اللاعب السابق لنادي الزمالك هو اللي جاب الجون لوادي دجلة. بس وادي دجلة النهاردة المباراة هي الأهم بالنسبة لمشواره. الأهم دي لما بتقابل فرق القاع لازم تتعامل معاها بطريقة مختلفة ولازم تضمن منهم الثلاث نقاط. مظبوط. لكن الأسيوطي النهاردة لو كسب هيتنفس بشكل مختلف في الدوري، هيلعب طبعاً بشكل مختلف في الدوري، هيوصل يفكر ويطمع ان هو يبتدي يتعب الفرق. الاسيوطي مباراه جدا مهمه ليه، واعتقد ان هو معرفش، انا حاسس ان الاسيوطي بيحاول يلاقي طريقه وبيدور عليه وبيحاول. النهارده ممكن يكون اول الطريق النهارده. لا انا انا ما بأجزمش الا لما اتفرج 10 دقائق ربع ساعه المباراه عشان اشوف شخصيه الفرقتين، لكن اجزم ان هي مباراه مهمه جدا لوادي دجله تنقله لمستوى ثاني ومنافسات ثانيه ومنطقه ثانيه. طيب. ان خلي بالك يا شوبير، انا هختم كلامي قبل ما اتفضل اتفضل، ان الترتيب بتاع الجدول الدوري لحد دلوقتي ترتيب وهمي. لا لسه خالص، يعني لا يمت الواقع الفرق ولا نقاط الفرق والكلام ده كله، لكن المباريات دي هي اللي بتشكلك في الجدول ده. عشان كده وادي دجله بيعيد تشكيل نفسه في الجدول مع نقاط في البدايه، بالذات لما احنا قلنا ان الفرق دي الثلاثه دول بالذات ممنوع الفرق الكبيره او الفرق اللي بتسعى للهروب من مناطق القاع ان هي تتعادل او تتغلب. لازم تكسب. اعتقد وادي دجله الجديه الالتزام هيبقى طابع من شعاره، ولازم يفهم ان فرقه الاسيوطي فرقه قويه جدا، ده هيديه شيء من القوه والاصرار للتعامل معاهم. فرقه الاسيوطي عرفت تشم نفسها مع الماتش الاخير بالتعادل 2-2، خدوا اجازه كويسه قوي بمعنويات مرتفعه. نص ساعه الاولى في المباراه هتلاقيها مباراه ثانيه، ان الفرقتين هيحاولوا يلعبوا مع بعض، واعتقد ان النتيجه هتتشكل او هتظهر في النص ساعه الاولى من المباراه. كابتن خالد، يعني ما فيش تغيير خالص تشكيله دجله باستثناء امير عبد الحميد ظرف استثناء الاصابه، وايضا الاسيوطي تغييرين فقط لغير نزول محمد ابراهيم بدلا من برنس في وسط الملعب، ووائل علي بدلا من محمود صلاح في خط الهجوم، او الاثنين تحت راس الحربه. شايف برضو الاثنين بيلعبوا مباراه هجوميه، تثبيت التشكيل الى حد ما في الفرقتين بيديك انطباع معين؟ اتسالتني زي ما اكون عايز اجاوب، يعني انا كنت عايز اقول ان النهارده كابتن حماده برغم الهزيمه المباراه الاخيره وان مباراه الاسماعيلي، عارف انت انا كسبت مباراتين ورا بعض وكنت محتاج ثلاث اربع مرات عشان يعني الثقه تبقى للعيبه بشكل كبير واخش في منطقه. جاله مباراه الاسماعيلي في توقيت كان صعب جدا بعد مباراتين مكسب هنهده شويه، رجاله بقى مباراه الاسيوطي، يعني بعد مباراه كبيره النادي الاسماعيلي مباراه الاسيوطي، هل انا بقى
الموضوع هيكر مني، انا محتاج ان انا النهارده اكسب واكسب كويس عشان ارجع تاني امشي زي ما كنت ماشي. فرقه يعني هنقول فرقه الاسيوطي مش من الفرق اللي هي في المقدمه، فالمفروض ان انا من بدايه اللقاء احسسها ان انا رايح اكسب، لان المكسب النهارده يدخلني في المركز الخامس او السادس، فيقربني بشكل كويس جدا ويحسسني بالامان اكتر. فرقه الاسيوطي يعني التعادل الاخير مع فرقه الشرطة فرقه كويسه جدا، فرقه منظمه، ان انا قدرت ان انا اتعادل مع فرقه الشرطه، ده بيديني ثقه ان انا اكمل تاني في اللقاء. التغييرات بقى لما انا بلعب مع فرقه ما بتغيرش كتير، انا عاجبني الكابتن ما تهزش يعني بعد الخساره ما لا انا هغير الاثنين ثلاثه وابتدي اغير في الفرقه وابتدي اقول لا ده انا لعبت بطريقه وحشه، لا ده انا لعبت نفس الشكل ولعبت نفس التشكيل وبنفس وضعي، معنى كده ان انا عندي ثقه وعارف ان عندي مش مشكله ان انا اخسر مباراه ومباراه من فرقه كبيره، فكملت زمنها، وده شيء كويس جدا. تثبيت التشكيل في توقيت مهم جدا بعد فتره توقف، ما ينفعش ان انا كل شويه ده افرق الفرقه واقعد العب والعب، فالفرقه ده بيخسرني حاجات كتير جدا. الناحيه الثانيه الاسيوطي تغييراته كلها بسيطة جدا، لعب محمود صلاح مكان وائل ومحمد ابراهيم مكان برنس تغييرات كويسة جدا وتغييرات مميزة. هو النهاردة اللعب هيبقى في منطقة نص الملعب بشكل أكبر، الفرقتين مش عايزين يخسروا والفرقتين هدفهم المكسب، ده شيء كويس. طيب خليني أروح لكابتننا الكبير كابتن محمود بكر. الأسيوطي 3 نقاط يا كابتن محمود في المركز ال 18، فوقيه المقاولين بنفس الرصيد 6 نقاط، ب6 نقاط فرق 3 نقاط فقط، والاتحاد السكندري أيضا فرق 3 نقاط فقط. أما وادي دجلة فهو في المركز ال 11 برصيد 11 نقطة. هل تكون هذه المباراة يا كابتن محمود هي قبلة الحياة للأسيوطي أم تكون نقطة انطلاق من جديد لوادي دجلة؟ هي فرصة حمادة سيد النهاردة انه يهرب على حساب الاسيوطي، وفرصة الاسيوطي النهاردة انه يثبت ان في امكانه انه لو ما هربش النهاردة كل سنة وهو طيب. خلي بالك حمادة سيد لازم ياخد باله ان الاسيوطي جاب 9 تجوان اكتر منه، يعني فرقة بتوصل للجول. فبالتالي النهاردة نقدر نقول ان المباراة هتبقى بالنسبة لكلا الفرقتين على 3 نقاط. ملحوظة مهمة، الاسيوطي 9 اهداف ودجلة 7 اهداف. نعم. فالنهاردة يعني دجلة 8 اهداف. نعم. ان المدرب الالماني بتاع الاسيوطي عنده صاحب فكر برضه. وعلى حمادة صدقي النهاردة انه يتخذ حذره، بيلعب مع واحد يعني ايه مستبيع بلغة الكورة لراحت لجت. اعتقد مباراة هتبقى افضل من المباراة الاولى، فيها نديه من كلا الفرقتين. المباراه الاولى كان فيها نديه من فريق واحد بس. النهارده هنشوف فرقتين بيحاولوا ياخدوا 3 نقاط ان شاء الله. هل فريق الاسيوطي عنده القدره على المكسب ولا لا يا كابتن محمود؟ فريق الاسيوطي انا ملاحظ كل ماتشاته عنده نزعه هجوميه باستمرار، وساعات بيتكلفت في الخساره. يمكن هو افضل الفرق اللي تحت اللي ما فازتش لغايه دلوقتي هو الاسيوطي. ووادي دجله زي ما بقول لحضرتك كده ان لازم ياخد حذره من الاسيوطي اللي هو هيلعب النهارده لراحت لجت، لان مفيش بعد كده خلاص مستبع يعني انتهت الامور بالنسبه للاسيوطي ودمنهور والنصر اللي هيلعب بكره مع النادي الاهلي. كابتن ايمن شايف انه، شكرا جزيلا كابتن محمود بك، شكرا ايمن بكرة. شايف انه المباراه تشهد اهداف، اهدافها في النص الاولى طبعا ورده، في النص الاولى ورده ورده، لان هي هتبقى فتره حماس وفي مساحات كتير قوي مفتوحه وفي شيء من كل فرقه بتحاول تثبت نفسها. المباريات دي لما بتبقى في فروقات في المراكز اعتقد بيبقى النص الاولى مهم قوي ان انت تشهد فيها اهداف. 10 ثواني كابتن خالد، مين اقرب انه يسجل اهداف، دجله ولا الاسيوطي؟ وادي دجله اقرب انه يسجل الاهداف. خليني رغم انه كابتن محمود بكر قال نقطه مهمه ان هجوم الاسيوطي سجل اكتر من هجوم وادي دجله، الاسيوطي سجل 9 اهداف لكن مرمى منيب 17 هدف ودي نسبه كبيره جدا. نروح لفاصل، بعد الفاصل معلقنا الكبير كابتن محمود بكر عبر القناه الصوتيه الاولى، زميلنا العزيز رامي باجت عبر القناه الصوتيه الثانيه، احداث الشوط الاول من مباراه وادي دجله والاسيوطي، مشاهده ممتعه ان شاء الله. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. باقل مجهود وادي دجله يتقدم بثلاثيه على فريق الاسيوطي المستسلم الذي يقدم اسوأ عروضه على الاطلاق. الهدف الاول حاجه كان ممكن زي ما قال كابتن بكر يقع ضد الجباس بضربه جزاء، لكنه
فضل الفير بلاي ولعبها لمهاب يسجل براسه في شباك مصطفى حسن حارس مرمى فريق نادي الاسيوطي. الهدف الثاني خطا دفاعي وحسام عرفات يستمر في استعاده ذاكره التهديف مره اخرى وهيثم محمد يصنع هدفا ثالثا في الوقت بدل الضائع مع الحياه. الدفاع من افضل من اروع ما يكون الراجل حال مدافع يعني سهلها تماما قال له اتفضل حسام روح هات جون سجل في الوقت بدل الضائع الهدف الثالث. قبل ما احلل مع ضيوف الاعزاء كابتن ايمن نونس كابتن خالد بيبو الشوط الاول اللي بيحلل نفسه بنفسه اشتباكات امام نادي الزمالك الوايت نايتس الحقيقه هقول لكم هم كاتبين ايه عشان بس تبقوا عارفين واعرفوا القصه شكلها ايه. لما اقول لكم دول اللي هم بينادوا عشان يوم 28 ابقوا صدقوني ابقوا صدقوني لو سمحتوا دول والالتراس التانيين كاتبين قوات الاحتلال. قوات الاحتلال تعتقل الشباب من المواصلات العامه بكره الثوره تشيل ما تخلي بلطجيه الداخليه بقياده قسم العجوزه يعتقلون الشباب. بعدين كاتبين لهم تم القبض على مجموعه من الوايت نايتس الحقوا انزلوا الحقوا اخواتكم. كل ده اللي مكتوب على صفحاتهم عشان تعرفوا القصه شكلها ايه. لما اقول لكم انه التصعيد اللي حاصل في مباراه للسله بين الاهلي وال ده بيحضروا طبعا بيحضروا طبعا وبيحاولوا يعملوا عمليه كمان ارهاق بقى للشرطه هنا وهنا 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 دول شغل بلطجيه. الله يفتح يعني هم لو بنتكلم دول بلطجيه صيع بيحاولوا دلوقتي يلعبوا في البلد بيحاولوا يضايقوا البلد ليه عشان بيحضروا اليوم 28. كمل برافو عليك ده لان انا قلت قبل هم عملوا ثلاث حاجات قبل ماتش الاهلي والزمالك في الباسكت فتم الغائه فانتصروا انتصرنا ولغينا المباراه. ماتش الاهلي والاتحاد للشباب الفريق ماشي في امان الله وخسران في ملعبه ويوم ماتش الاهلي والاتحاد في الباسكت ولعوا في الصاله المغطاه تقريبا ثم اليوم وهم يحاولون افساد منطقه المهندسين لان الزمالك في المهندسين فبيحاولوا اشعال الرعب او يعني اثاره الرعب في نفوس الناس في المهندسين. لكن الجميل انه الناس ضدهم كلها كل الناس الحقيقه وما علمته كمان ناس كانت بتساعد الشرطه في لا الفلوس يا كابتن شوبير دول مدفع لهم فلوس والفلوس ابتدت تخش لهم طبعا من الاخوان وحراميه الاخوان ونصابين الاخوان والاعداء الوطن واعداء الاستقرار واعداء الامان واعداء حب مصر. النهارده الفلوس بتاعتهم عرفوا ازاي ده خرجوها. احنا لازم نبتدي كمان نحاسب نفسنا. انا ممكن اسالك سؤال اتفضل هو ايه اللي مديهم؟ لا 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 استعداد عشان ينزل بروفو يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي انت بتتكلم احنا كنا قارئين لده من زمان الحمد لله يعني الحمد لله بجد فعلا سواء انت او انا او اللي كانوا في الوقت ده بنتكلم على الالتراس طول عمرنا مناهضين لفكره الالتراس وميولها الدمويه السياسيه المتطرفه الرياضيه. فانت النهارده بتحصد عالم الجهل اللي احنا عشنا فيه في الفتره السابقه اللي كتير قوي قعدوا ينادوا بالحوار والتفاهم والتعامل ونستضيفهم واللي يجيبوهم في البرامج واللي يجيبوهم في الـ في الـ في المسلسلات. يعني شفت كل انواع التعظيم لمجموعه متطرفه رياضيا ما بي ده كنت بقعد اضحك يا شوبير لما الماتش يبقى شغال ويدوا ظهرهم للماتش ويشجعوا ويقول لك بص التشجيع وجماله حاجات يعني اتمنى ان احنا عايزين كلنا نخلي بالنا مش بس الشرطه والجيش الشعب المصري كله مطالب بوقفه الشعب المصري كله مطالب ان يكون مصحصح ومفتح عينيه لان احنا بنتعرض دلوقتي لمؤامره من اوباش الاخوان بنتعرض لمؤامره من اوباش المسميين بالالتراس. النهارده في حرب هتتعمل على البلد دي لازم نبقى عندنا كلنا الحذر كل البيوت المصريه كل المصريين كل الشعب المصري يخلي باله في فلوس. الناس دي كلها ما بتتحركش الا بفلوس كل ثلاث ارباع الشباب دول ما بيتحركوش غير بفلوس اتمنى ان الشرطه تكون على قد الموقف وعلى عهدها بهذه المواقف وعلى قدرتها بمواجهه هذه المواقف واتمنى ما نتجرش ما نرهقش ما نرهقش اساسا ليوم 28 اللي هو اليوم اللي هينزل فيه كل البلطجيه والعصبجيه زي ما بيقولوا وكما قال الوزير الداخليه احنا مستنيينهم والراجل فيهم ينزل والراجل فيهم ينزل مش بس للداخليه ولا للجيش الراجل فيهم ينزل للشعب المصري لان احنا مش هنسكت. طيب خلينا نرجع للكره كابتن خالد بيبو دجله بسهوله بالغه متقدم بثلاث اهداف مقابل لا شيء على الاسيوطي المستسلم تماما يعني لو ما فيش فرصه اسهل من كده لدجله. انا اعتقد ان حماده صدر دلوقتي بيوبخ لعيبته ما بين الشوطين انه ازاي بتضيعوا الفرص السهله دي كان زماننا بيقول لهم يعني كان زمان على الاقل دلوقتي 6 اهداف
كابتن يعني مفيش احلى من كده. يعني مش احلى من كده. مش ممكن يعني. انا لو كابتن حماده لو جاي من البيت النهارده فاكر ان المباراه تبقى بالسهوله دي لا يمكن كان يتوقع. فرقه بتعمل يعني انا غلطت في اول جول. طب الثاني هعدل. لا 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 انا بلعب ده مش ممكن. ده الفرقه كلها بتلعب على خط واحد من فوق من بعد دايره. وعندهم ابطا اثنين في الدوري. يعني محمود بطيء جدا وقديم. وقديم جدا. ما ينفعش. قديم صحيح. جدا ما ينفعش ان انا العب. بص الضغط هنا عامل ازاي. شكرا عظيما. ضغط بعدين. اربعه على اربعه. لا اربعه على اربعه. اربعه على ثلاثه. لا في واحد ورا في الضهر ده. بالظبط. يبقى اعتبر اربعه على ثلاثه كمان. كابتن مش ممكن المساحات الكبيره دي قوي والسرعه. وبعدين طب انا اول جون اقول مثلا ايه لسه مش اخدين على الماتش ونفذ. بص كابتن ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ازرق مع ثلاثة اصفر بس براحتهم. ما فين غلط يعني خالص. نرجع تاني لكلمة الانتشار. عنوان اليوم هو الانتشار. اتفضل يا بيب. بس فالنهارده يعني ماتش سهل جدا. الفرقة يعني مفيش يعني انا مش شفتهاش في الدنيا. مش شفتهاش ان انا فرقة تبقى عملت غلط وشافت ان جه فيها هدف. يعني عمل غلط واتعاقب. يعني انا غلطت واتعاقبت. طب اصلح بقى. العقاب من جنس العمل. لا ده انا زودها. ده انا بعد الهدف كمان طلعوا تاني على الدايره بتاعت نص الملعب. بقى في مساحات كبيره جدا ان انا اعمل فيها اضرب بيها الاوف سايد. ده ماتش سهل جدا. مش عارف خالص طبق مسات السلول يا كابتن. وكلها تمريرات مقطوعه. كلها تمريرات خاطئه. بص ده عامله ازاي. ده الهدف اللي بص جاي منين. وبص الباك مش هنا. الباك مش موجود. ورم بطيء يا جماعه. ده بطيء ايه ده. ما فيش ده في رجليك يا اسرب. بص نشوف. بص اتفضل. بص الرقابه وسوق. بص الراجل ده جاي منين. حسام عرفات جاي منين يا كابتن. منين يا كابتن. بص على الدايره. بص كاسب صد منين يا كابتن. نعم. فوق الدايره. نعم. بص المساحه بيلعب فيها ايه. ده اقل من تلت كمان الوسط. يعني حتى لو سيبنا الملعب تلت تلات اقل من تلت الوسط. يعني بيلعب من نص الدايره لنص الدايره الثانيه. يعني اي باص من اي واحد ما يعني لا مؤاخذه مش بيعرفش يلعب. مش بيلعب. لا ما بيعرفش يلعب. يعمل باص هيروح للجون. الموضوع صعب جدا. وبص الجون واقف. لا مش ممكن. خلي بالك ده كان زمان. دلوقتي الجون مطرود لو وقع في الاولانيه ديت الجباس. وكان دلوقتي ده مطرود. يعني بص لحضرتك. بص شد اهو محمود رمضان. لو وقع يعني كانوا بيلعبوا تسع لعيبه. يا كابتن ده الراجل بيعمل باص محمود رمضان طالع. يعني مفيش اسهل من كده. مش احلى من كده. مش ممكن يعني. لا موضوع صعب جدا. بص الماتش كله بالشكل ده زي ما انت عايز. كل بساط والباص بتلعب من نص الملعب بتاع وادي دجله بتلاقي محمود رمضان طالع. يعني هو بيبقى طالع عايز يضرب يعمل اوف سايد والراجل بيعمل باص. ده حتى تاخير جدا. المهم بقى ان هو ما عدلش وضعه. يعني هو طول الوقت. بص يا كابتن. بص دي اللي في العرض وتروح ما تعرفش دي تنزل لها. فكمل مجدي طلبه اللي بالدماغ اللي هو بالرجل اللي بالدماغ. بص يا كابتن ماتش سهل جدا. بننزل وادي دجله وبصراحه بيستمتعوا في الملعب وبيعملوا كل اللي عايزينه. وده انا بقى اول حكايه. عيب مدرب. مش عيب لعيب. انا عندي امكانيات لعيبه. ده عيب مدرب. وعمال اغلط في الملعب. وعمال شايف الفرقه يعني مفضوحه دفاعيا. ما ينفعش اقول غير كده. مفضوحه دفاعيا. وعمال مستني. وعمال اقول لهم برضه اعملوها تاني. لا ده انا يعني انا ضربت مره واثنين واتعاقبت. لا ارجع بقى واقف في نص الملعب وانا بمسك الكوره. انما مش افضل العب على لعبه واحده طول الماتش واضرب منها واغرق. لا كابتن ايمن هرجع لك تاني. بس عايز اقول لك ان الرباعي جيد. يعني مهاب استلي هو استلي ابو قير والعصافره وكل الكوتنيش النهارده كل الفلاجات دي كل الفلاجات. وحسام عرفات واستلي والراجل ابو سماره استلي الاسمر وكمان دود الجباس كويس النهارده. يعني الحقيقه يعني عاملين الرباعي مهاب وحسام واستلي ودود الجباس عاملين مباراه كويسه. لان ستيفن اتفضل. طب انا بس معايا زميلنا عبد الحميد فرجنا الفجر الراديو يقول لنا ماذا يحدث امام نادي الزمالك. عبد الحميد ازيك؟ اهلا بيك كابتن سبير وتحياتي لضيوف حضرتك كابتن ايمن وكابتن خالد وكل مشاهدي القناه. ايه اللي عندك؟ كان في النهارده زي تجمر كده من رابطه وايد نايتس كانت اعلنت عنه اصلا من ساعات عشان حضور مباراه الزمالك والاتحاد في دوري كره السله. عارف يا كابتن ان في قرار ده عدم وجود جماهير في مباريات في الفتره ديت. ولكن هم اصروا على التواجد والدخول. تجمعوا قدام بوابه النشاط الرياضي اللي هي بوابه الشهيد عمرو حسين. وعايزين يدخلوا. ولكن قوات الامن حصل زي محاولات لفض التظاهر دوت. تطور الامر ان في اشتباكات بين الطرفين. ولجأت قوات الامن لان يبقى في القاء للغاز المسيل للدموع عشان تتفرق الجمهور الموجود. هل الاعداد كانت كبيره؟ الاعداد كانت كبيره. كان في مئات من الموجودين. وتم القاء القبض على مجموعه اللي اشتبكت بشكل يعني خارج عن النص مع قوات الامن. هم في الاول خالص ان قوات الامن كانت بتحاول تمنعهم بس من الدخول لان دلوقتي قرار بمنع الدخول من الحضور.
ولكن طبعا الوايت نايتس يعني رفضوا الموضوع ده وحاولوا ان هم يشتبكوا مع قوات الامن وتم القاء القبض على مجموعه. هل انتهت ولا لسه ما زال في كر وفر؟ يعني نقدر نقول ان خلاص الموضوع وصل لمرحله يعني شبه نهائيه وخلاص تم تفرقه الموجودين. ولكن في يعني قروب عن النص على صفحتهم يا كابتن ان ده جيش الاحتلال، ده الكره من حقنا والرياضه من حقنا والكلام اللي احنا متعودين ان احنا نسمعه من روابط الالتراس بشكل عام. هل اقيمت المباراه ولا لا؟ المباراه حاليا احنا حاليا خارج محيط نادي الزمالك، ولكن المباراه المفترض ان هي تقام، مفيش عوائق لاقامتها، يعني مفيش عوائق داخل الصاله، مفيش عوائق لاقامتها، لكن احنا خارج محيط نادي الزمالك، ولكن المباراه هتقام بشكل طبيعي. شكرا عبد الحميد. خليني ارجع كابتن ايمن يونس. تحس ان هم بينقوا ثغرات الرياضه المصريه، يعني ماتشات الباسكت ما عليهاش ضغط امني شويه فنخش ندوز لهم. كانوا سامح لهم بالدخول يا كابتن. مين اللي يخش لهم؟ كانوا سامح لهم يا غلط الباسكت، يعني سامح لهم طالما ما فيش مشاكل. لا انا بقول لك ده مخطط بدا بقاله حوالي 10 ايام منذ الغاء او تاجيل مباراه الاهلي والزمالك. انا كابتن شبير هتجنن من المسؤولين الرياضيين اللي مش قادرين ياخذوا اجراءات واضحه وصريحه وواقعيه لطريقه دخول الاستاد. عايز اقول لك ان يوم 15/12 الحكم النهائي في اعتبارهم جماعه ارهابيه، واعتقد ان باللي بيحدث ده اتصور ان هيبقى في حاجة. ولازم المصادر الماليه بتاعتهم ولازم كل ده يتعرف. الموضوع محتاج رقابه ومحتاج البلد لازم تصحصح، لان المناظر دي طول ما هي موجوده هتفضل عامله لك مشاكل، انت مش هتعرف تمشي لقدام طول ما المناظر دي موجوده. لازم كل الناس تتجه للقانون وبشكل، لكن انا بتكلم على المسؤولين الرياضيين لازم يحطوا بشكل واقعي الاساليب لدخول الاستادات. سهله قوي يا جماعه، عايزه بس واحد جريء وقلبه جريء وبيفكر صح وعارف صح، سهله مش محتاجه كل الدوشه دي. في اجراءات لدخول الملاعب في اي حته في العالم. خلينا نرجع الاستاذ تشيفن ستيفن اللي هو مدرب الاسيوطي قرر ان هو في فتره الراحه دي يدرب فرقته ويشعرهم ان هم فرقه ريال مدريد. هنعمل بريس من ورا وهنعمل نظام التسلل وهنضغط في نص الملعب على الفرق، هنفرتك الفرق، هنقدر نجيب اجوان. عندنا الثلاثي الموهوب بتاعنا اللي هو اسلام جمال وعطيه وائل دول هيبهدلوا اي فرقه وعاش باللعيبه باحلام غير واقعهم وغير امكانياتهم فسبب لهم المشاكل اللي انت عمال تتفرج عليها دي. نعم. لولا اللقطات طبعا اللي هيثم محمد عمال يخترعها لفرقه وادي دجله بس بيخترعها، انا يعني بعذر بيخترعها يعني. برضه بتخرج ليه واسلوبك ليه؟ لا وراح معاند على طول في الكورنر اللي بعدها وهي دي الكورنر مرة، وراح برضه معاند خارج تاني راح غلطان تاني. هيثم عمل منظر بص في ثانيه ودي رجعت، لو الراجل قابلها فيرست تايم كانت جون. الراجل برضه راح مألف فيها وراح واخدها محمد ابراهيم على صدره من غير لازمه، كان يقدر يعملها بشكل احسن. لكن اللي يحزنك ان انت تحس ان فرقه الاسيوطي في بعض اللعيبه وفي بعض التكوينات مقبوله، يعني مقبوله، لكن ادائهم الدفاعي مثير للضحك ان الاخطاء متكرره. المساحات المهاجم عايش في الملعب ليه؟ بيدور عليه مش على الكوره، على المساحه. تخيل انت بتسيب المساحه دي كلها دي. يعني انت في اي مهاجم يبحث يا جماعه، المهاجم يبحث عن المساحه وليس عن الكوره، لان المساحه اللي بتجيب له الكوره بعد كده. بالظبط، تخيل انت بتخلق له كل المساحات دي، كل دي مساحات. يعني ده هنا السرعات دي وانس ان السرعه بقت للمهاجم على المدافع خلاص بقت هدف. يعني انا اعتقد وادي دجله محظوظ. بس انت بحييك، انت قلت لي اول نص ساعه بقى في جون اجوان جه في اول 12 دقيقه هدفين، شوط ثاني في جون ثاني في الشوط الثاني. لو استمر ستيفن على عنده هيعمل ريكورد. ما تعنيش يا ستيفن كابتن ايمن، ما تزعلش. خلينا نروح سريع لكابتن محمود بكر على قناه الصوتيه الاولى وزميلنا العزيز رامي باجت قناه الصوتيه الثانيه، احداث الشوط الثاني من مباراه وادي دجله والاسيوطي التي انتهت احداث الشوط الاول بتقدم وادي دجله بسهوله بالغه بثلاثيه نظيفه. ولا اسهل، فوز نادي وادي دجله على الاسيوطي بثلاث اهداف مقابل هدف وحيد. اهداف دجله الثلاثه تم تسجيلها في الشوط الاول، الهدف الاول صناعه دودي الجباس وتسجيل مهاب سعيد من خطا دفاعي، ثم الهدفين الثاني والثالث تكفل بهما حسام عرفات في اختراق لدفاع مهلهل وضعيف جدا، وكان الله في عون مصطفى حسن حارس مرمى الاسيوطي نجم المباراه الاول ونجم فريقه الاول، يتقدم الفريق 2-0، ثم ينجح فريق وادي دجله في احراز الهدف الثالث بقدم حسام عرفات ومن خطا دفاعي، ايضا ينجح فريق الاسيوطي
في إدراك الهدف الأوحد من تسديدة ولا أروع تسكن على يسار الحارس هيثم محمد. 3 وادي دجلة، 1 الأسيوطي. يبدو أن الأسيوطي يقترب بشدة من الهبوط إلى القسم الثاني بعد هذا العرض الضعيف. نتائج اليوم أعزائي المشاهدين جاءت كالتالي: سموحة يفوز على المقصة بالفيوم بهدفين نظيفين، والمصري يفوز على حرس الحدود بالإسماعيلية بهدف نظيف، ووادي دجلة يفوز على الأسيوطي بثلاث أهداف مقابل هدف، والاتحاد يفرط في نقطتين ثمينتين بعد أن تقدم عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة الثانية من اللقاء. نجح جون أنطوي منقذ الإسماعيلي دائما وأبدا في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 66. تنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، لما تبقى إلا لقاء وحيد يجمع ما بين إنبي والمقاولون العرب. نتائج الأوروبية: ستوك سيتي خسر من بيرلي 2-1، إيفرتون كسب بوستهام 2-1، تشيلسي كسب وست برومش 2-0، ليستر مع ساندرلاند التعادل بدون أهداف، مانشستر سيتي مع سوانزي 2-1، نيوكاسل مع كوينز بارك 1-0. نشوف الكابتن محمد الصديق. بالفعل اعزائي المشاهدين، انتهى لقاء وادي دجله وفريق الاسيوطي بتفوق نادي وادي دجله بثلاثه اهداف لهدف في مباراه نقدر نقول من طرف واحد في الشوط الاول، وتفوق ملحوظ لفريق وادي دجله في الشوط الاول، لكن نقدر نقول تراجع بعد كده في الشوط الثاني. كابتن حماده صادق المدير الفني لفريق وادي دجله، الف مبروك الفوز النهارده بثلاث اهداف، يعني تفوق كبير جدا لفريق وادي دجله في الشوط الاول، وكلنا خلاص اعتقدنا ان المباراه ممكن تروح لاكثر من كده في الاهداف، ولكن في تراجع ليه يا كابتن في الشوط الثاني؟ ما فيش تراجع ولا حاجه، يعني يمكن بدينا يمكن الشوط الثاني برده كان كويس، ولكن جه موضوع الطرد اثر شويه لفتره معينه لغايه ما اطرد منهم واحد. هم عندهم مساحات كثيره ورا كنت بستغلها، والحمد لله يعني ما فيش خطوره قدامي خالص، يعني هم ما ضيعوش اهداف. مش مهم مين الكوره، انا عايز اخد ثلاث نقط. ماتش صعب، ماتش غلس، هو ما بيعرفش ياخد ضغوط خالص، هو يمكن ما كسبش ولا ماتش، فكل ماتشاته بيفتح الجيم، يعني هو لو بيكسب وبيتعادل كان هيقفل الجيم معايا، لكن هو فتح الجيم من الاول خالص. طبيعي جدا يكون فتح الجيم في دفاع هجومي بس بلا فيش خطوره خالص عليا، فالحمد لله قدرت يعني بالخبره النهارده يكسبوا يجيبوا ثلاث اهداف، ويمكن مضيعين 5 اهداف. تاخرت شويه في التغييرات يا كابتن في اخر المباراه، يعني كلنا كنا منتظرين ان حضرتك تغير بعد ما حصل حاله الطرد، وكنا منتظرين تزود كثافه ممكن في نص الملعب شويه. اول ما الطرد لازم غيرت، عدلت الوضع في الملعب بس. تمام. هما كانوا ماشيين كويس، مش مقدرش اغيره، مش لازم كل ماتش اغير ثلاثة. تمام. هي حسب ظروف المباراه، وطالما الريتم ماشي كويس وقافلين كويس يعني وبنروح بشكل كويس في الهجمه المرتده. فمش لازم ان انا اغير كل ماتش ثلاثة. تمام. لكن النهارده انت شايف المباراه نقدر نقول متوسطه، ولا شايفها جيده المستوى بالنسبه لفريق الدجله، خاصه طبعا ان كان الاداء صعب شويه في مباراه الاسماعيلي اللي خسرتوها 2-1 المباراه السابقه؟ لا، يمكن يعني فوق المتوسط، ما اقدرش اقول جيده بالنسبه لنا، لكن فوق المتوسط. يعني الظروف اللي يمكن التوقف، بعد التوقف طبيعي جدا تلاقي المستوى هيعلى ماتش عن ماتش، ولكن انا اطمنت على الحاجات. المهاجمين الحمد لله كويس، بيروحوا كويس على الجون وشغالين كويس، يمكن في بعض الخلل في الرقابه في نص الملعب. فاروق، اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. اذا ده كلام الكابتن حماده صدقي، ويعني تحس ان عنده اريحيه كابتن ايمن، فرقه قال لك ما هجمتش علينا، ما تراجعناش ولا حاجه، لكنه بالتاكيد هو غاضب من كم الفرص السهل الكتيره جدا اللي ضاعت منه في الشوط الثاني وحتى في الشوط الاولاني. وحتى في الشوط الاولاني. يعني انا بتفق معاك ان مهم قوي ان لما يكون عنده فرصه مباراه ان اللعيبه تكتسب كل انواع الثقه وكل التعامل مع التهديفي في المباراه، ده كان مهم قوي. كان مهم قوي النهارده ان وادي دجله يركز قوي، خاصه ان مثلا واحد زي دودي الجباس ما قدرش يجيب اهداف، يعني في بعض اللعيبه كان مهم يجيبوا النهارده اهداف عشان يستعيدوا ثقات مختلفه جدا جوه المباراه، لكن ده غاب تماما عن وادي دجله. لكن خلينا يعني نقول ان ستيفن مدرب الاسيوطي تحسن اداؤه شويه الشوط الثاني، تعامل مع السلبيه الخط الواحد حسنا شويه، وان كان ظلت الخطوره للبطء البدني الرهيب جدا في لاعبي الاسيوطي. يعني برضو شوف على التحسن الجامد لفرقه الاسيوطي، لكن عندك 3-4 فرص مؤكدين لوادي دجله وبانفرادات، يعني حتى احيانا واللي حصل في الملعب ده كله مشكله كوتش، يعني الكوتش او المدرب او المدير الفني هو اللي خطط لهذه المباراه بالطريقه دي، هو اللي عمل الخط الواحد، وهو عمل الخط الواحد المبكر من عند دائره نص الملعب اللي كلفه 3 نقاط حسمت المباراه، نهت المباراه، وبعد كده تجاوز على الموقف ورجع
دافع من بشكل خلفي من عند قدام منطقه ال 18، تحسن شكله الدفاعي لكن ظل الانتشار الدفاعي بتاعه مليان اخطاء. عمل كثافه دفاعيه في المناطق لكن ظلت الرقابه الفرديه على مهاجمين وادي دجله او اللعيبه المتحركين من نص الملعب من وادي دجله للدخول في ال 18 بتاعته ظلت ايضا كوميديه، ظلت بعيدا عن الواقع. دايما اللعيبه بتاعت وادي دجله خاليين من الرقابه، دايما كلهم جايين فاضيين، عشان كده اربع خمس فرص ضاع من وادي دجله الشوط الثاني. تحسن الاداء، تحسنت منطقه نص الملعب شويه، هدف ولا اروع ولا اجمل على طريقتك. المانش يعني عبر عبور غير عادي بهذا الهدف، يعني بصراحه تصويبه يعني لما عظيمه يعدها لنا. احلى ما في اداء الاسيوطي النهارده هدف المباراه اللي جابوه، الهدف حلو قوي. واضح ان المدير الفني بتاع ستيفن، عشان برضو الناس ما تحكمش عليه غلط، هو الراجل بيعرف يتحكم في اللعيبه. هو غلط وحاول يصلح خطأه، كان تو ليت، اتأخر، لكن هو راجل عنده قدرة سيطرة فنية على اللعيبة مميزة، وعنده قدرة تعامل مع اللعيبة، بس هو ما اكتشفش اللعيبة ولا اكتشف قدراتهم ولا اكتشف جماعية قدراتهم، لأن في حاجة اسمها فردية قدرات لاعب وجماعية قدرات فرقة، هو ما اكتشفش ده، لكن هو بيعرف يتحكم بس في ده. عندنا خدمة جديدة بسرعة الهدف، بسرعة قد إيه كريم منش؟ خلينا كده يا عم عظيمة، ما شاء الله 95 كيلو، حوالي 96 كيلو يعني، ما شاء الله. يعني الرادار ما يعلقهوش ولا الرادار يجيبه برضه، لا كده فوق 90. فخلينا نتفق ان الاداء، هو الماتش حلو، خلي بالك الماتش حلو، ان كابتن ايمن انا عايز اختلف معاك. لا انا بس عايز اكمل كلام، انا لازم اكمل كلام. طب اقول جمله، طب اقول جمله، يعني كل الانفرادات اللي في الشوط الثاني دي هعدها لك، الانفرادات اللي عليها. بتكلم على اربع انفرادات الاسيوطي، اربع انفرادات ده كتير كتير. طيب لا احنا مش مختلفين تماما، وانا كلامي كان واضح. ان الرقابه الفرديه مدافعين الاسيوطي كان في ادناها، يعني كوميديه. انا قلت كوميديه، اقول لفظ اكتر من كده ايه؟ ما اقدرش اقول كوميديه، يعني بنضحك ان كل الرقابه. ما يقولش ان الراجل مسيطر على دفاعه، لا لا، انا بتكلم الراجل بيفكر ازاي. انا دوري برضو اقرا لك المدير الفني. الراجل فكر بشكل غير واقعي، ان قدرات فرقته في نزلها تعبر بشكل غير واقعي، ان هم يلعبوا مسيره تسلل من نص الملعب. بتتكلم على ريال مدريد، يعني بتتكلم على فرق ليها قدرات معينه وسرعات مدافعين معينه عشان يلتحموا في الكرات الطويله اللي تتلعب من وراهم. وحارس مرمى معاه، انت فاكر المانيا لما عملتها ونوير كان بيلعب ليبرو، يعني انت بتتكلم حلو قوي تفكر. لكن المهم مين ينفذ لك. يعني هو الصدمه النهارده بتاعت المدير الفني، ان هو فكر في حاجه لا تمثل واقع قدرات لعيبته. يعني انت عشان تعمل التسلل، التسلل يعني، يا ريت يا عظيمه تورينا اي كوره. طب نجيب اهو جون اهو، مثلا بوريك جون فين هنا، هتلاقي فين اخر مدافع وفين حارس المرمى. عمل التسلل كله، بص كله مضروب. ده انت بتتكلم 3-0 3-0، مفيش مدافع، كلهم في ورا الكوره، كلهم بيجروا على الكوره، يعني ده الجاريه الطبيعيه للفرويد، لكن مش دي الجاريه الطبيعيه للمدافعين. المدافع لازم ابقى شايف الكوره. ماشي، بس خلينا بقى يعني نجيبها تاني من اولها. ادي التمرير ما بين لعيبه اولا، بص ذكاء حماده صدقي عامل كثافه في المنطقه دي ازاي بلعيبه وادي دجله. هو لعيبه دجله ضغطوا كويس، يعني بص دول خلصوها، دول فكوا ماشي بالظبط، بس الراجل فضل مكمل الضغط، القطع بقت هنا كملوا، وهنا انتشار بقى دفاعي رائع. بص في قطع كويس قوي كويس، وهنا بقى الاستغلال المساحه اللي انت اتكلمت عنها واتكلمنا عنها الشوط الاول. هو بيديني مساحه دلوقتي في ظهره. انا عايز اعرف، واحنا كنا بنلعب ماتش هاندبول، انا مش بهزر، انا بتكلم، انت شفت اللعبه كلها فين؟ لا لا، ارجع عظيمه، الله يخليك، ارجع عظيمه، ارجع ارجع، طلعوا جري على نص الملعب، تعليمات مدرب. بص يا كابتن، بص يا كابتن، ادي ابدا من على الراجل على خط النص ده اللي جنب الحكم قبل ما توصل الكره كمان. ادي بص، ادي واحد قريب ليك، وبعدين الثاني، وبعدين الثالث، وبعدين قدامه، وبعدين قدامه، وبعدين قدام، سته بره اللعب. ده موقف غريب جدا. والاثنين دول ما كانوش اوفسايد، ده كان اوفسايد هنا. اللي هو بعد كده وصل، لا هو حسام عرفات اللي استلمها وجاب الجول. حسام عرفات مش اوفسايد، ده جاي من الناحيه. انت احنا ثلاثه بتوع دجله بيلعبوا، مفيش ولا واحد معاهم خالص. ده بقول لك 3-0، انا بقول لك 3-0، ولا مدافع ولا مدافع. وده ده 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 طبعا ما تشوفش ده الا بشكل كوميدي. انا ما اقدرش برضه اقول، انا بقول كوميدي لان ده اللفظ المقبول، لان ده ما يحصلش. يعني مفيش واحد عاقل كرويا يلعب بهذه الطريقه، خاصه ان السردباكين بتوعك سرعتهم كمان محدوده، مفيش يعني كمان مفيش، في كل كوره عباره عن انفراد. هو الراجل اخطا تماما، والراجل ادار المباراه بشكل خاطئ تماما، وحب يتراجع عن ادارته للمباراه، وان هو يعمل كثافات مختلفه، لكن فشل. بص هنا برضو اهو، يعني عظيمه هتطلع سته كمان، ده انت الراجل اللي عندك هنا هيضم، هيبقى سته معاهم. على كام يا كابتن؟ على اثنين في حيز الكره، تمام كويس، لكن الاثنين دول
يعني بص 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 دي بقى بص السادس بقى ده المدافع السادس. كابتن كابتن ايمن انا عايز اخد كلمتك انت مش هجيب من عند انا كلمه حضرتك في الشوط الاولاني على الانتشار ده اللقطه دي اللي عظيم عملها دي ده انا ادي له عليها اوسكار. طب يا كابتن ده خمسه لعيبه في متر في متر وما قدروش يوجهوا يا كابتن اهم طب خدوها يا كابتن يا كابتن خمسه لعيبه هم على اتنين اصفر ده قمه قله يعني انتشار بالظبط قمه ده انا واخد منك جملتك. طب انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن. طب ما احنا متفقين احنا اختلفنا في ايه؟ لا مش مختلفين. انت بص الكوميديا بقى السادس بقى اللي هو داخل في اللعبه دلوقتي بعد ده كله مش شايف الوينج اللي بيتحرك عليه تمام. يعني باصص على الكوره برده كانه برده مش جاي من حته ثانيه خالص وهيتضرب في الكوره دي والكوره دي كان لازم جون يعني لان برده عنده مساحه سواء المساحه عرضيه او مساحه اماميه اهي جون خلاص هي جون هي في العارضه يعني طبعا التوفيق راحت لدودي لازم يجيبها جون ودودي ايه اللي نزله على الارض ما الكوره جايه له يحطها بطن رجله. انا دايما ادي له مثال بقول لك مجدي طب بزعل مني اقول له تفكر الناس ما تزعلش فندي ان ده انا هوريك عدد العدد اللي انت كابتن انت وصلت الخمسه على اثنين ما ينفعش ما اخدش كوره يعني طالما يعني انا الموقف انا انتشار وحش وسيء وعملت كل حاجه وحشه في كره القدم ان انا العب خمسه على اثنين انما لازم اخدها يعني على الاقل يعني يعني على الاقل لازم الهجمه تقف في الحته دي انما هم يعني راحوا احنا روحنا وخلاص يعني فاهم انما طب انا ما خدتهاش في الاخر يعني انا انتشرت وحش وفي الاخر ما عرفش اقطع الكوره دي المصيبه الاكبر ان انا في الاخر ما قطعتهاش. ايمن يونس قال الشوط الاولاني جمله مهمه جدا قال لي ده دور مدرب. ايوه شايف حضرتك ده دور مدرب ولا ده قراءه مدرب لاداء واداء مدرب وهو اساء المدرب الفرقه دي خسرت بفعل المدرب مش بفعل اللعيبه يعني ان دي مش امكانياتهم بص الهدف وسهولته برضه هتلاقي اعداد كبيره قوي من الاسيوطي ولكن بدون واقعيه دفاعيه ما فيش حد ماسك حد يعني معقوله ده انت عيد الجون الثاني يا عظيمه بدا قبل ما ده الجون الاول لا ده الثاني ولا ده الثاني ولا الاول اللي هو بتاع ده الثاني مش معقوله يعني انا اعتقد مدرب له خيال لا يمت الواقع امكانيات لعيبته عارف بقى واحد يتخيل ان اللعيبه بتاعته سريعه وقويه وفاهمه كل حاجه فيتعامل بهذه الطريقه. بص كلهم دايما في مشكله دايما في مشكله. ده انا بس انا عايز انا عايز اعد كده احنا كده ثلاث فرص ندخل في الرابعه. كابتن خلي بالك ما دي العرض خدت بالك من حاجه الرابعه كابتن كلهم رايحين بيجروا على وشهم للجول كلهم ما حدش بيعرف يلعب خالص ده ما فيش عينه على المهاجم خالص لا انا كمان حد المدافع يعني عشان تعرف ان هو موقف خطا كل الوضع بتلاقي ان المدافع بيجري وشه للجون بص ما فيش واحد ظهره للجون واقف صح لان هو جاي جول ده متسابق دي جون كمان يعني في كله جاي وشه للجون برافو عليك فده موقف دفاع خاطئ 100% ان انا بلعب كل المواقف كده ده الجون كل المواقف ده لسه الجون مش الجون وشه للجون كله بيروح وشه للجون ده يعني وبعدين يا كابتن خالد بلمسه واحده كل مره بلمسه واحده بلمسه واحده بلمسه واحده ده انا بقول لك كابتن لو واحد ما بعرفش يلعب هيعرف يعمل باص لو ما بعرفش يلعب هيعرف يعمل باص لان انت بتعمل باص في 40 50 يارده يعني اعمله غلط وهو هيروح لوحده ما تقلقش فاهم ازاي لا ده اوف سايد الثاني كان اوف سايد لو سبق الثاني كان انفراد الثاني كان انفراد الموضوع طبعا صعب جدا ان انت تبقى بص يا شباب احنا لازم نعترف ان زي ما قلنا ان المدرب قبل ما تخش في المباراه قلنا المدرب بقى اللعيب نمره واحد في المباراه النهارده دي هزيمه مدرب مش هزيمه اللعيب لا ده جون ده كوميدي بص الباك بص تعدي ازاي معقوله وبعدين الجول كيبر لسه بيفكر يطلع يعني ده جون بقى الاستوبر بقى لا اصل انا سوري انا على المثل اللي قلته بتاع نوير اللي هي والكره عاليه بيبقى متحرك وقايم بالدور وبتاع ده مثل مبالغ لكن انا شايف ان بدايه الشوط الثاني بهجمه ثاني لا بس انا الدلع شوف الشوط الثاني كان ممكن يكسبوا اكتر طبعا طبعا يعني كان ممكن يكسب اكتر كان ممكن يبقى في تعاون اكتر بين لعيبه وادي دجله ممكن يا كابتن فرقه بص بص الحارس بيصنع لها فرص ده ينفع؟ لا هو طبعا يعني برضو لازم بيصد هايله دي ورغم ان وادي دجله ماتش سهل بالنسبه له هو صعب على نفسه كان ممكن اي فرصه فرص كان في فرصه كمان غير الجون كان ممكن يجي جون تاني كان اتكهرب الماتش يعني الهدف اللي غلط في محمود رمضان بص يا كابتن ادي فرصه تصدق ان ده اكتر ماتش شفت فيه انفرادات بالظبط لا لا مش طبيعي ما شفناش ده ستيفن يعني بصراحه يعني ده انا ما شفتش دفاع بهذه الطريقه مفيش خالص ما شفتش تنظيم دفاعي او انتشار دفاعي او سوء دفاعي او سوء رقابه دفاعيه يعني كل سلبيات الدفاع مش معقوله محمود بيعمل ايه يعني بجد بيعمل ايه فرصه وجون وراح غلط كان مصطفى الحقيقه يعني هو مصطفى حسن شال لي اربع تجوان لحد دلوقتي واضح يعني زي عبد الواحد كده شال انفرادين والفرقه خدت جول انت داخل انت عارف على كام على 14 فرصه بص لسه انت داخل على 14 فرصه لسه دي اللي في العارضه بص يا كابتن
بص يا كابتن. لا ده دي لا. فرصه. معقوله؟ ايه ده؟ لا هو طبعا فرقه الاسيوطي النهارده سهلت الماتش جدا على فرقه وادي دجله. والنهارده يعني ساعات بنقول ان اللعيبه هي السبب، لا النهارده لازم نقول ان المدير الفني اخطا كتير جدا النهارده. هو حط خطه لعب صعبه جدا لفرقه الاسيوطي ان هي تنفذها، امكانياتهم ما تسمحش بالكلام ده اصلا. انت بتلعب على الاوفسايد وعندك الناس اللي ورا كلهم بطاقه. يعني انت حتى مثلا جدا ايه ده؟ يعني انت لما بتلعب على الاوفسايد في التوقيت بلعب على الاوفسايد لان عارف ان عندي صراع ممكن الحق، ده ما فيش واحد هيلحق واحد من فرقه وادي دجله. فانت حطيت طريقه تلعب بيها ما تناسبش امكانياتك وما قدرتش تعدلها خلال شوط كامل. انها اللقاء 3-0 الشوط الاول صعب عليك جدا المباراه، وبعدين صعب جدا ان انت كمان يعني ان يبقى في تخاطب بينك وبين اللعيبه جوه الملعب. فقط مش عارف تعدل ما بينهم خلص. والعمليه بقت صعبه جدا. وادي دجله ده انا عايز اقول لك يا بيبو ان هم قعدوا اتحضروا الفتره دي الاعداد دي كلها عشان يلعبوا على الطريقه الدفاعيه دي، لان اللعيبه فضلت مصممه عليها 1 2 3 بيلعبوها، 4 5 6 فرص وبيلعبوها. الشوط الثاني حتى لما رجعوا ورا قدام ال 18 بتاعهم برضه بيلعبوها فبيتضربوا منها. صحيح. يعني ما قدروش يعني ما قدرش ولا محمود رمضان ولا تيدي يعملوا واحد ليبرو، يعني صحيح. مش عارفين يعملوا ليبرو تغطيه. صحيح. صحيح. واحد يغطي مساحه، واحد يغطي لاعب، ما قدروش. صحيح. اعتقد يعني بجد ده دليل ان هم ما اتدربوش غير على كده. يعني هو كان فكر مدرب. فهنا بقى ده صراع ان انت تفقد الماتش ده. حماده صدقي كسب الماتش في اول ربع ساعه، يعني الماتش خلص في اول ربع ساعه. صحيح. فبقيه الماتش كان بالنسبه له ده، حتى هو حماده قال لك انا ما فيش عندي اي خطوره، كان كمان على المرمى بتاعي. يعني الجون اللي جابه المانش يعني جون فردي بحت، لكن مش فرقه بتجيب جون. صحيح. لا فاصبحت النتيجه محسومه وفارق القدرات كان محسوم، وفرق فكر المدربين، خبره حماده صدقي في الدوري المصري. نعم صحيح. وستيفن طب عايز اسالك كابتن ايمن على حماده صدقي لما اتطرد منه لاعبين، انا ما شعرتش انه اتهز ولا انه حصل له مشكله، اتعامل بهدوء شديد جدا، ولسه هناقش مع حضرتك مع الكابتن خالد موضوع الطرد. يعني حسيت انه هادي جدا، تعامل بالراحه وبعقلانيه لحد ما تساوت الكافيتيريا بعد كده. نعم. خلينا نتفق ان المدير الفني لما بيكون عنده عناصر ليه كده ليه عظيم احب افكره ليه كده بس مجدي كاس جون برجلك الشمال يا مجدي في عقلك كانت المشكله كانت على رجله اليمين وهو اشوت. نعم. وقف اللي مش عارف الجول على السكه هو وقع، يعني جروبلر وقع، هو جروبلر وقع خلاص خرج بره الجوره. خلينا نتفق ان بعد طرد اللاعب، نعم، ان احيانا انت كان النتيجه كانت مهديه حماده صدقي ده 1. برافو، بتفق معاك. 2، خلينا نتفق ان اي مدير فني عنده لعيبه لها قدرات او خبرات معينه بتدي لك طمانينه. يعني خبرات اللعيبه احيانا بتدي طمانينه للمدير الفني حتى في حاله النقص. بالذات ان الطرد او النقص العددي حصل في منطقه بعيدا عن خط الدفاع بتاعه، يعني انت فاهم، ففضل هو محافظ على الشخصيه الدفاعيه بتاعته، وانت ما حسيتش باي تهديد من مرمى الاسيوطي. لان خلي بالك لعيبه الاسيوطي فرديين جدا في ادائهم، جماعيه الاداء ده يعاب كمان عليها ستيفن، ان هو مش بس كمان ورطهم في طريقه لعب صعبه، ده كمان جماعيه الاداء بتاعتهم معدومه. يعني حتى بدايه التشكيل بتاعه كانت خاطئه، يعني انا اعتقد كمان ان المانش ده نازل تبديله. يعني مش لعيب اساسي. اللي هو غير من شكلهم واداهم منظر مختلف، المانش ده نازل تبديله مكان لعيب مهاجم. فكل الحاجات دي ادت هدوء لحماده. 3-0 كمان تدي لك واقع مختلف، 3-0 تدي لك واقع ان انت ما عندكش قلق. انت عارف 2-0 يا شوبير تفضل موتران. طبعا. لان اي جون يرجع لك توتر المباراه، لكن 3-0 اي دخل فيهم الجون في وادي دجله اتعدلوا. انت فاهم؟ مع باد لك في 4 فرص كلهم الجون اللي حارس المرمى بتاع الاسيوطي انفرادات 2-3 انفرادات واحده في القائم والكلام ده كله. فانا اعتقد حماده صدقي ما كانش قلقان. وزي ما احنا اتفقنا قبل المباراه، المباراه دي لازم الكبير يفضل كبير فيها والصغير يفضل صغير من اول ربع ساعه او اول نص ساعه. لازم تعمل الفرق الكبير والصغير. فحماده صدقي هو ككبير خلى وادي دجله كمان شخصيته تتحول لشخصيه كبير في هذه المباراه. خلي بالك يعني وادي دجله شخصيته لم تكتمل ان يكون كبير من كبار الكره في مصر. لكن شخصيه حماده صدقي اطفت على لاعبي وادي دجله شخصيه مختلفه. ان هو كبير. حتى تشوف في لعيبه كتير قوي بتتحرك بقدرات مختلفه. يعني اعتقد ماتش مميز قوي لمهاب سعيد.
هاي قوي هاي. تحكم سيطره فتح استغلال. عماده غير له اسلوبه ومكانه في الملعب بقى هداف دلوقتي 3 اهداف ما جابوش مع الاسماعيلي ونفسيته وكاركتره تقل بقى لعيب تقيل بدل ما كان لعيب مميز بقى لعيب تقيل قوي دلوقتي. حتى حسام عرفات النهارده جايب جونين طبعا. والولد ازاي جاب جون الماتش اللي فات وجاب جون الماتش ازاي بيتحول من وينج ليفت او من ناحيه الشمال في المحله جاب جون واحد صحيح وفي الزمالك نفس الوقت بالظبط. لكن استغلاله ما هو ده شغل مدربين يعني لما نيجي نقول اللعيب اول مره اشوف حسام كويس من ساعه منتخب الشباب صحيح من ساعتها صح برافو عليك والله العظيم ماتشين ثلاثه في الزمالك كان كويس وبرده ما حصلوش وهروه يعني بعد كده وهروه علشان ماتش يعني وكان لسه صغير بيتكون وبيتكون شخصيته راحوا عملوه لحد ما خوفوه من نفسه افقدوه الثقه الاعلام عندنا كان عنيف قوي عليه ومشي الولد من نادي الزمالك. النهارده بيستعيد شخصيته كهداف كبلاي ميكر من الناحيه الشمال ده دور مدرب من وجهه نظري طبعا دور مدرب ومدرب فاهم بيعمل ايه بيستغل لعب. حتى دودي الجباس النهارده لم يوفق في احراز هدف لكن عامل حاجه بقى كويسه قوي يا شباب مساعد زمايله قوي ان هم يتحركوا أوي. مش مضايق حد من زمايله مش فرويد واقف تبت واقف في النص مانع الحركه ده بالعكس بيدي المساحات كتير لزمايله يتحركوا فيها وهو بيتحرك من الاجناب. اعتقد فكر حماده صدقي فكر مميز جدا كمان ذكاء حماده صدقي مش بس البعد الهجومي منطقه نص الملعب اللي هي مخلياله دايما انت عارف لما تيجي تقول ماتش سهل بالنسبه لي مش عشان قدراتي الدفاعيه كمدافعين هي اللي قويه لا قدراتي الدفاعيه في منطقه نص الملعب هي اللي قويه فحمياني قوي من المنطقه الاخيره اللي هي منطقه ال 18 اللي ممكن صحيح. اي حد يخطف اي حاجه في كل ده التطوير اللي عمله حماده صدقي في شخصيه لاعبي وادي دجله عبروا عنه بشكل مميز قوي في اول 45 دقيقه استهتروا شويه تكاسلوا شويه الجون فوقهم بتاع المانش لكن بعد كده رجعوا تاني في المباراه استردوا عيونهم بعد كده غرقوش لا ما غرقوش هم اللي عدوا المانش يعني كان المانش هو جاب جون هم قدروا يعدوا المانش وجابوا 3-1 قد يعاب على الحكم في الطرد اللي حصل انا ما اعرفش هتتحكم حكم اولا وزنه بكرش شويه حضرتك دلوقتي كام لقطه ليه ولازم انه يخس رغم ان لعيب كره خد بيبو قال لي ان كان زميله بيلعب معاها في السويس ليبرو كان فيعني وزنه زايد مش مقبول طبعا مش مقبول احنا مقبول لكن هو مش مقبول ان ده وزنه زايد على الاطلاق انت ليه بسلطه بقى خلاص لا والله يا كابتن لا ما ينفعش الحقيقه لا انا بقول لا انا اقصد ان جسمه طبعا غير لائق يعني بص يا كابتن كرش اهو موجود ما ينفعش يعني انا جايب له كذا لقطه الحقيقه لا هو احنا هو حكم مقبول لكن ماشي لكن تكوينه الجسماني محتاج تعديل محتاج تمرين محتاج شغل طبعا تاني حتى ده ما ساعدوش انه يشوف حاله الطرد الكويسه بتاعت الاسيوطي لانه طرد ادم ستيدي غلط جدا كان المفروض محمود رمضان هو اللي عامل الفاول وهو اللي كان ياخد انذار طرد ادم ستيدي من غير مبرر هما الاثنين كانوا مشتركين وورطوا معرفش برضه عظيمه يا ريت عظيمه تلحقنا باللقطه دي انا عايز الانذارين بتوعه الانذارين بتوع رجب لكن خليني لحد ما نجيب ده يا كابتن خالد عايز اقول لك ان دجله النهارده اقنعني ان فريق تقيل باك ليفت سيد سالم ده كله مباراه بيثبت ان لعيب كويس احمد ابو رؤوف في وسط الملعب لعيب ديفندر كويس قوي مهاب بيكمل مع المهاجمين حاطط دودي وحسام مع عرفات مع استلي عاملين شكل كويس للفريق. هو قبل ما نقول ان فرقه تقلت عايزين نقول ان الكابتن حماده مدرب تقيل اكيد وكل يوم بيثبت مش عايزين نصيطه بقى كل استوديو بقى والله كابتن يعني تصيط ايه راجل حقه قوي حقه كابتن حقه طبعا يعني حقه يعني ثبات التشكيل اللي بيعمله الفرقه كابتن ايمن بص التخن بتاع الحكم لا ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش محتاج ان هو يخسر بتاع 5-6 كيلو كمان واللاين مان كمان برضه اللاين مان مش مقبول كروشه خفيف كده برضه لا كروشه ايه ده مش كروشه ده عنده 12 كيلو مش كروشه بس مش كروشه بس واللغد بعد ما اشوف يعني هم اقرب لمباراه في مصارعه السومو يعني بصراحه يعني لا لازم نخلي باله ده مهم جدا مهم قوي مظهر الحكم يا جماعه في غايه الاهميه اتفضل يا بيه ثبات تشكيل فرقه وادي دجله مديهم كمان ثبات التشكيل وده يمكن اشدنا بيه قبل بدايه اللقاء طبعا وانت كان عاجبك ان الكابتن حماده رغم خسارته بالاسماعيلي لكن صمم على التشكيل لولا اصابه امير عبد الحميد اللي خرج منه ده بيبقى مهم جدا عنده اصابه مهمه جدا للاخ كمان يعني طبعا مهم جدا ان انا كمدير فني بعرف اللعيبه بتاعتي وامكانياتهم ازاي حصل النهارده يعني انا متهيأليش ان فرقه وادي دجله وهي كابتن حماده بيحط طريقه اللعب ان فرقه الاسيوطي هتلعب بالشكل ده التعديل اللي حصلت بسرعه وفهم اللاعبين ان انا اغير من شكلي ان انا ابتدي احضر من نص الملعب واعمل على السبرنتات اللي عندي دي حاجه بتقول لك ان اللعيبه عندهم وعي تكتيكي يعني ما تخضوش ان هو حصل الكلام ده كله وابتدى خد وقت طويل قوي ان انا اخش في اللقاء استفدت
من اخطاء فرقه اسيوطي بسرعه. يعني انا ان انا اجيب هدف بعد 6 دقائق من اخطاء دفاعيه قاتله لفرقه الاسيوطي، ده يعني تفاهم واضح ما بين الجهاز الفني. دي الطرد طبعا اللي بيتكلم عليها الكابتن ايمن هي طبعا على محمود رمضان، واضحه جدا. ويعني الراجل هو اللي شايكه، حتى هو راح له وقال له انا اللي ضربته. بس واضح ان الكابتن احمد العدوي كان زاويه رؤيه بالنسبه له مختلفه، فلما راح شاف يبقى مظلوم يا كابتن، يبقى ممكن هو شافها كده. يعني هو شاف ان هو الراجل يعني عرقله من الخلف فحسب عليه الفاول. اللي حصل، اللي انا بقول ان فرقه وادي دجله عدلت من شكلها. نفسي يا كابتن، معلش انا اسف الوضع، عشان ما يحصلش فينا اللي حصل مع احمد الشناوي في ماتش السنغال، وكل شويه نقعد نستنى صفاره الانقاذ بتاعت الحكم. كويس ان ذكرتك، لسه متفاكر انت. طبعا يا كابتن، طبعا يا كابتن، مش معقوله. بص دي دفعه واخد بال حضرتك، اللي قبلها حسبها فاول على عكسي. عكسي اللي قبلها يعني احتكاك قوي في الكوره. يا جماعه سيبونا نلعب كوره شويه، ما ينفعش لعبه رجاله زي ما بنقول احنا دايما. سيبونا نلعب كوره شويه، لانه يعني ما انت شفتوا المصيبه السوداء اللي حصلتنا، حصلت لنا لانه الحقيقه الامر. يعني بص حضرتك، دي اتنين بيجروا، اتنين في صراع، واحد وقع راح مدي فاول على المهاجم، ده بايده وده بايده وده بيحاول، وكل ده صراع على الكوره محترم جميل، يعني ملهاش لازمه. يعني الحقيقه امر عجيب جدا. اتفضل. فعلا محتاجين ان احنا يعني الكوره فعلا تبقى لينا رؤيه تانية مختلفه، ما بقاش دايما بنصفر على كل حاجه وشايفين الايدين قوي. يعني بيبقى يعني اصبر، سيب الناس اللعيبه تحتك عشان يبقى عندهم يعني درجه الاحتمال في الكور المشتركه. احنا ما بناخدهاش كل ماتشين السنغال وتونس، ما خدناش ولا كره مشتركه، كانت امور صعبه جدا. المهم اللي انا عايز اوصل للنقطه، ان لما انا بقول الكابتن حماده ما كانش حاطط في باله ان فرقه الاسيوطي هتلعب على الاوفسايد، التعديل اللي حصل بسرعه جوه الملعب ده يدل على ان في تفاهم ما بين. اهي بص يا كابتن، شكرا عظيما والله. خلاص هو اللعيبه عندنا متعودين، شوف اي حاجه سيارتك لمست فاول والحكم طاير ومدي فاول بالظبط كده. نعم صحيح، نعم اتفضل. فالكوره طبعا هي الهدف اللي دخل فينا طبعا احتكاك، وبرضه قعدنا نقول اصل اوف سايد ومش اوف سايد لا مش اوف سايد، احنا قعدنا ندور على اي خرم ممكن نخرج منه. لا احنا قعدنا نقول مين بيمسك مين. يعني فن ان انت مين يمسك مين. يعني مش معقوله ترتيب الاجسام، ومصر عندها مشكله تركيبه اجسام، خلي بالك بالذات في مناطق يا كابتن شوبير اتربينا الاجسام فيها لازم تبقى قويه. يعني السردباكين لازم اجسام قويه جدا، الهاف ديفندر لازم جسم قوي جدا، راس الحربه جسم قوي جدا. يعني دي مناطق ما ما ينفعش انك تجازف فيها، لازم برضو على حسب الفرق اللي بتلعبها تختار طبعًا حد بقى طبعًا. يعني حتى علم المواجهه البدنيه او الجسمانيه ليه علم، مش اي حد بيمسك حد. مش عايز الكلام، اتفضل يا بيبي. سوري على التكمله. ففرقه وادي دجله النهارده قدرت تعدل من شكلها، وده كان بسرعه جدا. يعني دخلهم في اللقاء كان ممكن ان انا اخد وقت طويل قوي عشان اعدل الكلام ده، افضل احضر برضه وما اعملش الكورتي الطويله، وما اقدرش اخترق فرقه الاسيوطي من الهجمات المنظمه والباص الطويل، واستغل السرعات اللي عندي اذا كان حسام عرفات ولا دودي جباز. هو ده اللي خلى فرقه وادي دجله النهارده تخش في اللقاء بسرعه. ده شيء مهارات نص الملعب يا طبعًا. طبعا طبعا هم يعني برضو ان انت تستغل ده بمهاره طبعا جميل، ان انا اعدل بسرعه يا كابتن، ان انا شفت المباراه خرجت عن ان انا حافظه وحطيته قبل الماتش. في خلال 6 دقائق كنت انا داخل باللقاء بشكل تاني خالص، وده شيء مميز جدا. الفرق الكويسه او المدير الفني الكويس اللي قاعد من بره مصحصح لازم يعدل من شكل فرقته بسرعه، طالما لقيت فرصه ان انا اخلص اللقاء كان ممكن ان انا اصبر لغايه ما اعدي 10 دقائق ربع ساعه واتضرب جون، ما استفدتش بالاخطاء اللي حصلت والفرقه تعدل من اخطائها، او كون ممكن ان انا بمهارات قليله من لعيبه ما عنديش امكانيات، ما استغلتش الهجمات اللي جات لي في اول هدفين وضيعت. كان المدير الفني لفرقه الاسيوطي عدل من شكله ومن وضعه، فكان ضيعت الفرصه. هو ان انا استفاد من اخطاء فريق الاسيوطي واستفاد من اخطاء المدرب وبسرعه. يعني ان انا ما اخرتش الاستفاده، وده شيء كويس جدا. واحنا بنقول ان فرقه وادي دجله عندها لعيبه كويسين، ان انا مهاب بقاله فتره طويله قوي بعيد عن مستواه، ان انا ارجعه واحطه في مكان يريحني ويريحه ويريح الفرقه، ده شيء كويس. ومن ساعه ما وظفه كده هو نجم الفريق، يعني كل مباراه بيلعبها متالق ما شاء الله. ده الكويس، انا عندي لعيبه كويسين جدا، بس هم ما كنتش عارف اشغلهم. فده عيب عندي انا، كمدير فني لازم ان انا ادور ازاي اساعد لعيبتي جوه الملعب. يعني كابتن النهارده ايمن قال كلمه
ممتازة، درس كل واحد بيشتغل مدير فني بتاع. انا بدور على المساحة، المدير الفني اللي ما يدورش على يعني احنا معلش انا عارف كل شويه ان احنا نجيب مستر مانو جوزيه في الحوار، معلش ده ومانو. هو كان بيقول لك كلمه واحده، انا دوري حاجه واحده ان انا اخلق لك مساحه تلعب فيها، انما مش هقول لك تلعب فيها ازاي. اخلق لك مساحه، انا قال هو كان بيقول كده. دوري حاجه واحده ان انا ادور لك واخلق لك مساحه ان تلعب فيها. كل واحد يلاقي المساحه اللي يقدر تساعده انه تلعب ازاي بتاعتك انت بقى، تجيبها جول ازاي دي بتاعتك انت. قال انا قالك انا ما اقدرش ان انا اخليك يعني انا ما اقدرش اقول لك حطها كده حطها لا. ان انا اوديك في المكان اللي تجيب منه جول. ده دوري، ده شغلي، شغلك تاني انت تكمل بقى. فده شيء كويس جدا. النهارده المساحات اللي وجدت لفرقه وادي دجله استغلوها بشكل كويس جدا، وده حاجه تحسب طبعا لكابتن حدق واللعيبه جوه الملعب. مهاب النهارده عمل جيم كويس جدا وماشي بشكل كويس، عشان كده احنا بنقول فرقه وادي دجله جايه لان عندها امكانيات كويسه. النهارده كمان حسام عرفات يعني كابتن حدق يعني زي ما بيقولوا ينظف من على عليه التراب، وابتدى يخش تاني جوه اللعب، وابتدى يدور على مساحات جوه الملعب، وابتدى ثقه تجيله. وخلي بالك يا كابتن اهم حاجه في لعيب الكوره ان هو لما يروح بواحد على واحد ما يخافش. وده اللي بقت كويسه قوي في فريق دجله، بيروح واحد على واحد. مهاب راح على واحد بقى يرقص، حسام راح على واحد بيرقص، دودي راح على واحد بيرقص، وده شيء مهم ان انا مش كل ما اروح واحد على واحد اروح مستلم. كابتن ايمن بتوقيتات يعني الاهداف كمان طبعا فرقت معاه مهمة قوي بالتحديد. يعني الجول الثالث برضه في اخر الشوط الاولاني قتل المباراه زي ما بيقولوا. برافو عليك طبعا. افضل احلى. خليني يعني اقول لك كل واحد على واحد بيرقص، هل هي مهاره مهاجم ولا ضعف مدافع ولا يوم الفرقه مش فيه النهارده بتاعت الاسيوطي؟ خليني اقول لك انه انا عندي انطباع عن الاسيوطي انه يعني كان المفروض يستنى كمان سنه او سنتين عشان يطلع دوري ممتاز، لسه يعني ما استواش بلغه الكوره. بص انا عايز اتفق معاك تماما في نقطه ان المهاره للمهاجم عنصر مهم جدا في التعامل مع الكوره او التغلب على المدافع. يعني لعيب عنده مهاره وبيستغلها او بيتحركها، والمهاره ما اصبحتش يا شوبير وانت معاك الكوره، ده في مهاره حركيه. يعني هو سر نجاح النهارده وادي دجله ازاي بيضربوا الاوفسايد، ودي مهاره حركيه. ازاي كلهم ما بيقعوا، ان كان كل الاجوان دي بالذات الجون الثاني كان ممكن يقع في التسلل سهل قوي لو كان فعلا في واحد وقع في التسلل. لكن فن ان انت بالمهاره الحركيه بدون كوره ان انت تضرب التسلل وتقدر تعمل المساحه بشكل كويس، ده مهم قوي. اتنين، استغلال احيانا سذاجه المدافعين. انت اللي بتبقى مهاجم وذكي وتلاقي مدافع ساذج بيلعب على الكوره ما بيلعبش على المساحه وبطيء شويه، دي هديه ربانيه. يعني انا لما اجي نازل مهاجم والاقي مدافع بالمواصفات دي اقول يا رب النهارده افتح عليا اوفق ان انا اجيب الجول. عارف يا كابتن ايمن مع اللقطات اللي جابها لنا عظيم وقفنا عليها الكوره دي الصوره كذا مره، فكرت زمان اجري ورا الكوره، كله بيجري ورا الكوره، اجري يلا ورا الكوره، يعني شوف الكوره فين وافضل اجري وراها. لا في مدرب ولا في تشكيل ولا في الانتشار. الانتشار والتنظيم وتعليقك على كلمتك المساحه. طبعا. فبالتالي النهارده عندنا نقطتين مهمين قوي، المساحه والانتشار. والانتشار طبعا. تمام. فانت بتتكلم كل دي هدايا، انا نازل فروت يعني. انا ليه دودي الجباسي النهارده هتلاقيه زعلان شويه؟ ليه؟ لان كان عنده فرصه يجيب اجوان. صحيح. كانت المباراه دي مهمه قوي. بس هي حساب له برضه انه ساعد زمايله بذكاء وعمل الجون لمحمد سعيد بشكل كويس قوي وبتاع فتح بيه المباراه. لكن انا عايز اقول ان انت بتقول المهاجم امتى بيستخدم قوته بقى على مدافع، مدافع اساسا ضعيف، طب مدافع كمان ما عندوش دعم دفاعي، دعم دفاعي يعني ملوش واحد بيغطي عليه، في احلى من كده؟ مدافع عندهم كثافه دفاعيه لكن بدون رقابه فرديه على كل واحد، هو في احلى من كده؟ مدافعين بيبصوا على الكوره زي الكوره اللي جت في العارضه اللي اتلعبت من ورا الراجل، خمسه على اثنين وكلهم مش داخلين على الاثنين المهاجمين ويضربوهم ويعملوا مساحه من ورا الباك الشمال ويضربوها ويلعبوها ويجي لاعب واد دجله يحطها تيجي في القائد، هو في احلى من كده؟ يعني انا عايز الفاظي تبقى خفيفه لان الاسيوطي فرقه لسه صغيره عشان نديها يعني انت فرقه لسه صغيره قوي. لم تن كل اللي بيحصل ده بعد تسع مباريات حصد ثلاث بعد تسع مباريات عفوا حصد ثلاث نقاط، دخل مرمى 20 هدف وسجل 10 اهداف. ده غير 20 هدف غير النهارده ولا بالنهارده؟ بالنهارده. لكن يعني دي بتتعنون بالسذاجه الدفاعيه وبالسذاجه الدفاعيه، والسذاجه الدفاعيه جايه من المدير الفني اساسا لان هو تعامل بقدرات مختلفه جدا عن واقع قدرات لعيبته وشافهم بشكل مختلف. احنا 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 دورنا بنحلل الفني، احنا ما فيش قسوه على حد، لكن ده الواقع اللي حصل جوه المباراه. المهاجمين بتوع وادي دجله اعتقد كان النهارده اعتقد حماده صدقي مبسوط، لكن انا عارف من جواه مش مبسوط من النتيجه لان النهارده يقدر يعمل ست يقدر يعمل ستة مرتاح ويقدر يعمل نتيجة تدي ثقة ودفعة لعيبته في المرحلة اللي
الجايه بشكل مختلف وتنقلهم لمستويات تانية، خاصة ان حماده صدقي مش عنده بس تحديات وادي دجله، لسه تحديات سموحه جوه قلبه راكبه في قلبه وعنده غصه. والله لما سالته بيقسم لي بالله بيقسم لي وانا بصدقه الحقيقه، قال لي فصلت من تاني يوم ولا كان في حاجه، قال لي ربنا كرمني بنادي محترم جدا وناس محترمين جدا وانا مبسوط جدا معاهم وبالتالي ما عنديش ازمه. انا مصدقه انت عارف ان حماده مصرح مع نفسها. هنصدقه باللي قاله، لكن دي حاجات جوه القلب يا شوبير، ومحدش يحب يفضفض عليها، لان هو عمل لسموحه بشكل مختلف وقوه مختلفه وقدرات مختلفه وكان ظهوره مميز قوي الدوري اللي فات. السنه دي لا، احنا حاسس ان الموضوع حصل بشكل مش مقبول، خاصه ان المهندس فرج عامر معاك اكتر من مره اكد عن حسن سير السلوك والفنيات والقدرات بتاعت كابتن حماده صدقي، وما فيش اي غبار على اي خلاف في العلاقه ما بينهم. لكن جت البدايه كده. طبعا ماجد سامي راجل ذكي ومحترف وشخصيه، وكان بيدور على مدير فني وقعد بمدرب مساعد كتير، لانه مش قادر يدخل مدير فني الا اذا كان واثق من قدراته وامكانياته، ووجد ده كله في حماده صدقي. يعني كان الصيده بتاعته حماده صدقي خارج من سموحه بهذا الشكل، طب ده سانكيو اخده في وادي دجله. حماده صدقي طبعهم بطباع مختلفه، حماده اخد 10 نقاط من 15 حلو قوي، يعني خسر تعادل مع الزمالك وده مكسب، وخسر من الاسماعيلي واحد وده برضه نتيجه منطقيه، يعني منطقيه لفرق القدرات لكن انا معجب لما يكون المدير الفني ذهنه حاضر في المباراه وقادر على انه يكتشف نقاط ضعف الفرقه اللي قدامه ويبينها لها انها سهله لهذه الدرجه، ده نجاح المدير الفني. لان المباراه دي لو لعيبه وادي دجله مش مهيئين ان هم يتعاملوا مع التسلل ازاي، وازاي المهاره في نص الملعب تخدم على المهاره الهجوميه ويقدروا يوصلوا للمساحات ويصنعوا المساحات، وعلى راي بيبو ان دي دروس بيعيشوا فيها. لو حماده صدقي مش مهيئ ده كنت ممكن تلاقيها فوضى، تلاقي مثلا خمس ست لعيبه بيطلعوا يجروا عشان يضربوا التسلل فتلاقيها بيتضرب. لكن انت بتتكلم هم وقعوا بقى، يعني هي ده الاحصاء بقى الكوميدي اللي عايزين كنا نوصل له. الولاد عندنا في الاعداد كم حاله تسلل على وادي دجله في ظل ان فرقه الاسيوطي بتلعب بتسلل؟ ده سؤال مهم قوي. صحيح. يعني انت فاهم قد يكون ده السؤال الاهم. صحيح. ده كم حاله تسلل وقعوا فيها؟ هنا بقى ده دور المديرين الفنيين. صح. وهنا يوضح لك السلبيه الدفاعيه، الانتشار الدفاعي، السذاجه الدفاعيه، التخطيط السيء اللي جاي من المدير الفني ستيفن، كل ده عمل النتيجه الخفيفه اللي كان لازم تبقى اكبر. ممكن تبقى اكتر من كده. طيب خليني اقول لكم ان الزمالك خسران على ملعبه امام الاتحاد في كره السله، والمقاولين متقدم اعذرهم يا شوبير. ودنهم ضربت بره خلاص، اعذرهم وخايفين يا شوبير. الزمالك بيعيد البناء مره اخرى، والمقاولين متقدم على انبي بهدف نظيف سجله عمر جمال في الدقيقه الثانيه من بدايه اللقاء. نروح لفاصل ونرجع نتكلم شويه على المقصه واسمها ثم اختياراتنا النهارده، احسن صد، احسن هدف، احسن لاعب، احسن تمريره، احسن مدرب. عندنا اختيارات كثيره جدا النهارده، لكن بعد الفصل. طبعا بحمد ربنا غير ممكن ما اجيبش جوان خالص، اهم حاجه الفرقه كسبت. ده مجهود زمايلي، مش بقول كلام يعني، لا هو ده فعلا ده مجهود زمايلي، توفيق من ربنا. اللعيبه اللي بره عندنا الكابتن كابتن حصري لعيب كويس جدا، شخصيه محترمه، كابتن الواحد بيحس ان هو بيتعامل مع ناس كويسه جدا كابتن حصري. معنا الكابتن حمص برده، كل اللعيبه دي يعني هتزودنا برده الفتره الجايه. بهدر الفوز ده لزمايلي، وبس خسرنا لعيب زي رجب. يعني انا شايف رجب من احسن اللعيبه في الدوري، لعب معانا الماتشات كلها، لعيب كويس جدا. ربنا يكرمنا الفتره الجايه واللي يلعب مكانه يؤدي باذن الله الفتره الجايه. الحمد لله طبعا نتيجه هارد لك. الفريق الاسيوطي فريق مكافح ومحترم. احنا يمكن النتيجه ممكن تبقى خديعه شويه، ان احنا الشوط الاول جبنا 3 اجوان، فدي بتديك عارف احنا كمصريين او اللعيبه عموما بتديك طمانينه فاهم. فاحنا نزلنا الشوط الثاني كنا مطمنين على النتيجه شويه، كان الكابتن حماده كانت تعليماته ان احنا نلعب صح وما نلعبش بعشوائيه، مش معنى ان انت كسبان والفرقه الثانيه خطوطها مفتوحه في الدفاع شويه انك تلعب بطريقه عشوائيه. كنا لازم نبقى منظمين، كنا مهتمين جدا ان احنا ما يجيش فينا جون، لكن غصب عننا برده يمكن عارف اخطاء فرديه خلت ان يدخل فينا الجون، وبعد كده طرد يمكن لعبنا 20 دقيقه ناقص مننا واحد، فاعتقد دي اثرت علينا شويه فاهتمينا بالدفاع اكتر. فطبيعي جدا ان انت تبقى فرقه كسبان، الفرقه الخسرانه بيبقى عندها دوافع اكتر ان هي تهاجم، وانت بقى عندك دافع اكتر ان انت تامن الماتش. يعني
First of all, we not lose our face in the second half, and this was most important. سألت مستر سيمر في الأول عن اللقاء النهاردة، شايف اللقاء بالنسبة له خاصة في الشوط الثاني. قال نحن في الشوط الثاني كنا ماشيين بشكل جيد، ولكن إحنا نقدر نقول إن ما كانش عندنا بدائل كتير على دكة الاحتياط إن إحنا نقدر نغير بيها مجرى المباراة، وده اللي نحكي نحن هدف. لكن طبعا حالة الطرد اللي جات لنا أخرت الفريق بشكل كبير جدا وما قدرش إن هو يرجع للقاء. لما سألته عن إصراره في الشوط الأول إن هو يلعب على مصيدة التسلل، قال إن أنا لا، أنا ما لعبتش على مصيدة التسلل، لكن هي ثقافة اللعيب المصري إن هو مش قادر يفهم أو يستوعب الخطة اللي أنا حاططها بشكل كبير. هو شايف إن الفرقة محتاجة بشكل كبير جدا نقدر نقول تطوير في أدائها، وأيضا محتاجة بعض تدعيم خلال الفترة القادمة. سألته في النهاية عن المباريات وعن المستقبل بالنسبة للفريق الأسيوطي، قال إن إحنا محتاجين إن إحنا نطور من أداء الفريق، مش هنعتمد على الكرة المصرية واعتمادها على الكور الطويلة وإن إحنا نعتمد على ثقافة اللعيب المصري، ولكن إحنا بنحاول نطور من أداء الفرقة بشكل كبير جدا. لما سألته هل أنت محتاج بعض التدعيمات في يناير، قال أنا فقط عندي ثلاث أماكن اللي أقدر هدعم بيهم، ولكن هشتغل مع الفريق وهنحاول مع الفريق بشكل كبير. ده كان لقاءنا مع مستر ستيفن المدير الفني الألماني لفريق الأسيوطي. الآن عودة إلى استوديو الملعب والكابتن أحمد شوبير. والله كنت أتمنى أن يكون جون مكسب أو يكون جون تعادل، يعني أنا بحمد ربنا على الجون، ويعني وبقول لفريق دجلة ألف مبروك، وبقول زمايلي النهارده لكم يعني لسه مشوار طويل 9 أسبوع، ربنا يكرمنا إن شاء الله في اللي جاي المستوى يزيد وناخد خبرات أكتر، وربنا يكرمنا إن شاء الله بإذن الله في اللي جاي. والله مستر ستيفن يمكن كان قبل الماتش مكلمني حتى من قبل ما نيجي بيقول لي إن أنا حاطط خطتين للماتش، هبتدي في أول الماتش بلعب من العمق، مش هلعب من على الأطراف. يمكن انت في الماتشات اللي فاتت هو كان كلامه ليا كده ان انت زرت الماتشات اللي فاتت، فهتبتدي الناس تتامن ناحيتك وتقفل لك الخط، فهنبدا الشوط الاولاني. هو كان عامل خطتين يعني اللعب، فالحمد لله يعني هو وجهه نظره وانا بحترمها وانا ما عنديش مشكله، يعني انا سواء بديت او سواء نزلت المهم كل اضافه للفريق يعني ان شاء الله. والله خدت الانذار الاول لما دخلت على كريم مونشي، عملت معاه فاول على الانذار. الحاله الثانيه لما الهجمه كنت هجيب جون، فباجي جنب حارس المرمى ما جيتش عنده ولا لمسته، فباجي جنبي عملت كده حسب ان انا اشتركت معاه وكده حكم، فاعطاني انذار تاني في الطرد. بقول الحمد لله الاول على النتيجه وعلى كل شيء. مش عارف والله دخل فينا جون في الدقيقه 6، لخبط كل الامور اللي هي كانت يعني ان احنا كنا مرتبين لها، كنا مقسمين الماتش على الشوط الاول بالذات على 3 أجزاء. اول ربع ساعه دخل فينا جون يعني خلانا ادى افضليه شويه لنادي وادي دجله، لما كناش عارفين نبدا ان احنا يعني نعمل ايه، نبدا ان احنا نرجع المباراه تاني على ما ابتدينا ان احنا نمسك كوره ان احنا نبدا نهاجم. دخل فينا الجون التاني برضو لخبط لنا الامور، وفي الجون التالت خطا مني، فمش عارف مش عنديش مبرر بصراحه ان انا اقوله يعني مش عارف ايه يعني، بس احنا لازم نقعد مع نفسينا ونعيد حساباتنا قبل ما الموضوع يهرب مننا يعني. بعض المباريات في الدوريات الاوروبيه، ريال مدريد متقدم بهدفين رودريجيز ورونالدو للا شيء على ايفار، و في الدوري الاسباني رودريجيز يا شوبير الهدف الاول في الدقيقه 23، والهدف الثاني رونالدو في الدقيقه 43. ايضا في الدوري الاسباني اتلتيكو مدريد كسب ملقا 3-1، الدوري الانجليزي بيرلي كسب ستوك سيتي 2-1، الدوري المصري 1-1 الاتحاد مع الاسماعيلي، ايفرتون كسب وست هام 2-1 في الدوري الانجليزي، مانشستر سيتي كسب سوانزي 2-1، نيوكاسل كسب كوينز بارك 1-0، تشيلسي كسب وست بروميتش 2-0، وليستر سيتي تعادل بدون اهداف مع ساندرلاند. دي بعض اللقاءات اللي موجوده، مقاولون 1-0 وارسنال متعادل بدون اهداف مع مانشستر يونايتد، والزمالك متاخر بفارق حوالي 7 نقاط امام الاتحاد السكندري في دوري كره السله في المباراه اللي تقام باستاد بملعب الزمالك استاد حلمي زموره. معايا زميلنا وليد السنوسي من اسكندريه، يقول لنا ايه اللي حصل النهارده في مباراه الاتحاد الاسماعيلي. اتفضل يا وليد. مساء الخير يا كابتن شوبير، بنرحب بحضرتك وبنرحب بمشاهدينك الكرام ورحب بضيوفك الكرام. مباراه كبيره فعلا من جانب كلا الفرقتين، سواء نادي الاتحاد السكندري او نادي الاسماعيلي. كابتن احمد خليني اقول لك في البدايه، ربما سيطره شبه كامله من جانب فريق الاتحاد، العائد من التوقف الدوري واستفاده كامله من المعسكر المغرق الذي اقامه الكابتن حسام حسن المدير الفني، وسيطره شبه كامله خلال الشوط الاول وبدايه قويه خلال الشوط الثاني من جانب فريق الاسماعيلي، بغيه احراز هدف التعادل او السيطره ايضا من جانب فريق الاسماعيلي خلال الشوط الثاني. في الدقيقه 2 من ضربه ركنيه من الناحيه اليمنى يتصدى لها فتح مبروك، تتخطى مدافعها الاسماعيلي اللي تصل لمحمد فاروق بنزينة مهاجم الاتحاد الغير مراقب
يسددها راسية داخل مرمى عصام الحضري محرزا هدف الاتحاد الاول، وده كان هدف مبكر لفريق الاتحاد. كابتن شوبير خليني اقول لك اخطر الفرص التي شهدها اللقاء في الدقيقه 53، فرصه من ضربه حره مباشره يتصدى لها رامي عادل مدافع الاتحاد السكندري وتسديده ولا اروع قويه من حوالي 35 يارده تعلو عارضه عصام الحضري. في الدقيقه 59 طلع فرصه اخطر من فريق الاتحاد السكندري وانطلاقه من محمد فاروق بنزينه داخل ال 18 يضعها عرضيه تصل لعامر صبري يسددها بغرابه في القائم الايسر. بالنسبه لفرص نادي الاسماعيلي النهارده في الدقيقه 11 انطلاقه من محمود حمد المجتهد لاعب الاسماعيلي وتسديده من حوالي 25 يارده يخرجها ابراهيم فرج اللي النهارده كابتن حسام فضل انه يبدا بيه ويعني خلى علي فرج يعني في البدلاء على دكه البدلاء. في الدقيقه 38 ضربه حره للاسماعيلي يتصدى لها لوبيز من حوالي 30 يارده يسددها قويه يخرجها ابراهيم فرج حارس الاتحاد. في الدقيقة 65 عرضية من ناحية الشمال تصل لجون انطوي الغير مرتب وهو اللاعب الذي كان أكثر خطورة في صفوف نادي الإسماعيلي يضعها رأسية تسكن شمال إبراهيم فرج محرزا لهدف التعادل. كابتن أحمد خليني أقول لك كابتن حسام حسن المدير الفني للاتحاد وخلال المؤتمر الصحفي بيقول إن إحنا كنا الأقرب للفوز وكنا نتمنى الفوز وكانت هناك أكثر من فرصة ولولا سوء الحظ اللي لازمنا وكمان أيضا خروج كمال علي أحد لاعبي فريق الاتحاد المجتهدين خلال الشوط الأول وده كان بسبب تغيير اضطراري تم تبديل اللاعب كمال علي للاصابه الشديده التي تعرض لها. ايضا الكابتن حسام حسن بيقول هناك اكثر من فرصه عن طريق اومد اوكري وبنزيما ومحمد حمدي ولكن هناك سوء حظ. بيقول ايضا انا كنت جريء جدا في الـ يعني رحيل خمسه لاعبين دفعه واحده اثناء المعسكر وهم علي عفيفي وحسام عبد الجواد وعمر طلعت يوسف وابراهيم هلال واحمد الحجاوي. بيقول يعني دي جرأه من المدير الفني ولكن انا فضلت ان انا اركز مع 22 لاعب في هذه الفتره لعدم حاجه الفريق لهؤلاء اللاعبين من الناحيه الفنيه وايضا هناك يعني هيكون لود على مجلس الاداره من جانب المادي من الجانب المادي. كمان سعيد بيقول تصعيد اثنين ناشئين انا هكسبهم في الفتره الجايه هو اللاعب اكرم عبد ربه مواليد 95 مهاجم واللاعب خميس حسني من مواليد 95. على الجانب الاخر مستر ريكاردو المدير الفني للفريق الاسماعيلي بيقول انا غير راضي تماما عن الاداء او عن النتيجه ولكن هناك بعض العوائق اللي هي قابلتني. هناك 8 لاعبين مشاركين في المنتخبات 4 في المنتخب الاول و4 في المنتخب الاولمبي. بيقول ان بعض اللاعبين بعد عودتهم دايما من المنتخب نظرا للسفر او غيره ده بيكون بيأثر تأثير سلبي عليهم. ايضا المستر ريكاردو بيقول ان النهارده ابتعاد شوقي السعيد عن المباراه بيقول انه ابلغ الجهاز الفني فور عادته بانه غير قادر على المشاركه. ايضا عدم مشاركه الكابتن حسني عبد ربه لاعب ونجم نادي الاسماعيلي بيقول كان بيحس ببوادر اصابه فضل ان هو يريحه للمباراه. وليد سريعا في جمله، جماهير الاتحاد راضي عن عرض النتيجه ولا لا؟ بالفعل يا كابتن شوبير راضيين جدا. النهارده الاداء اختلف تماما هناك تمركز اللاعبين افضل بكتير من اشكرك وليد شكرا جزيلا بعتذر لك لسبب ضيق الوقت. خليني اخذ لقطاتنا النهارده في المباراتين، احسن لاعب احسن مدرب احسن حكم احسن هدف اخترتوا كلكم رغم عزيمه الاسيوطي يا كابتن ايمن لكنه الهدف اجمعت على هدف كريم مانش قوي طبعا طبعا هدف عدى كتير عدى مش ملعب محاط يعني قرار ولا يسال عنها هيثم محمد قرار الجهات اللي خده في القرار ان هو يشوط من المكان ده مميز جدا ومدخل نفسه من بره جوه وموجه الكره برافو عليك صحيح عمل لنفسه مساحه التصويب كله شوف كل كلمه هتلاقي فيها كلمه المساحه يعني كل حاجه فيها كلمه المساحه دي لعبه اليوم الكعب الحلو والانفراد الجميل لكن هيثم محمد كان كلها كملت حتى رغم انها ما كملتش بهدف لكنه اتعملت حلو التمريره حلوه بشكل جيد وعملت انفراد وكانت ممكن تبقى النتيجه 3-2 يا كابتن ايمن قوي واليوم ساعتها 10 لعيبه كانت تكهرب الدنيا تماما يعني دي انقاذ صعب جدا يا كابتن يا سلام بس دي اختيارك بصراحه صعب جدا الراجل بص عليك برافو عليك وبعدين برضو الولد هنا برضو رد ده ثانيه مش طبيعي يعني ده واحده من الاثنين صعبه جدا انا الله عجبني مصطفى حسن ده حارس كويس والله هي والله بس حظه سيء طبعا الفرقه امكانياتها ضعيفه ثبت له برضو تايمنج ممتازه كانت ادي 3 اهداف لو دخلت واحده منهم ملامح برافو عليك صحيح لافاني النهارده بيستعيد الثقه اعتقد يستحق انه يكون مدرب اليوم قوي قوي هو وحماده صدقي قد يتشاركوا لكن نديها للافاني خارج ملعبه مقصه فريق تقيل اتقل من الاسيوطي سيطر على 90 دقيقه وما اداش فرصه خالص يعني لفرقه المقصه باي وجود ده التغيير اللي نزل يعني فرق جدا مع فريق سموحه فتح الله نزل سجل هدف فكان تغيير معناه انه قاعد مركز ابيبو على الدكه طبعا ادي الهدف بتاعه مش قاعد زعلان مش قاعد زعلان قاعد عايش في الجيم بشكل جيد لا وهربان كويس ومستخبي كويس جوه ال 18 عارف لعيب مستخبي جوه ال 18 دي كلمه مش سهله صحيح طبعا اتعملت له كويس هو حتى فرحان طاير من الفرحه وسعيد
سعيد بيها. علاء علي اعتقد نجم اليوم. علاء علي نجم اليوم. نتفق جميعا على نجم اليوم. بلا جدال يعني. شخصية حضور قوة في الأداء. مسيطر على المواقف. متحكم في الكورة. مهارات فردية بتخدم الفرقة كلها. مهارات فردية بتخدمه. جالي كمان كانت مناسبة جدا للماتش. يعني جيل كتير جدا واتحرك في كل حتة. صحيح. هو واخد حرية. واخد حرية جميلة. حبينا نحيي معاه النهاردة حسام عرفات انه بيعود للتسجيل من جديد. وبالتالي النوع من انواع التحفيز انه يختصم مع علاء علي والاثنين ولاد نادي الزمالك والاثنين نعم. خارجين من نفس الوقت ونفس التوقيت اللي اتسابوا فيه هم الاثنين والاثنين متالقين ومعاهم احمد رؤوف كمان اللاعب الهاف ديفندر احمد عبد الرؤوف عمل ماتش غير عادي لعيب من على فكره يعني انا من المعجبين باحمد عبد الرؤوف برافو عليه لعيب راجل وجدع وجد وما بيهزرش وبيأدي دوره على اكمل وجه وما بيحبش يظهر يعمل ظهور مبالغ فيه في الملعب بيأدي دوره فقط في لعيبه كده ماش اي حد يشوفهم ولا حد يفهمهم يعني لكن دول لعيبه دول بيبقوا اصحاب سير مجرى المباراه من التزامهم وتركيزهم وادائهم احمد عبد الرؤوف برافو قوي النهارده خلينا نسال عليه الايام كمان ما دستش عليه لا 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 خالص تشكيل الاهلي بكره ممكن يكون ده مش اكيد بس ممكن يكون من دلوقتي شبير هتقوله لا 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 مش متاكد منه لكنه ممكن راجل يعمل مخاطره بكره يدي كله ما يلعبوش بس ما اعتقدش انه يبقى كده حد قال لنا انه يعني فكر امبارح بالطريقه دي انه محمد هاني باك رايت حسين السيد باك ليفت لؤي وائل وشريف حازم وراه احمد عادل محمد رزق واسلام رشدي ومحمد فاروق كريم بامبو ورمضان صبحي واحمد عبد الظاهر قد يكون ده تشكيل النادي الاهلي غدا كابتن ايمن بشكرك شكرا جزيلا بشكرك على اليوم الجميل كابتن خالد بشكرك شكرا جزيلا نورتنا بكره ان شاء الله عندنا يوم طويل هنبدا بالمباراه الاولى والتي تجمع فريقي بتروجيت مع طلائع الجيش هيكون معايا كابتن خالد بيبو والزميل عزيز خالد توحيد ثم المباراه الثانيه تكون الاهلي والنصر هينضم الينا كابتننا الجميل كابتن ايمن يونس الزمالك خسر فرق نقطتين 77 75 في مباراه جميله بكره كويس كويس بيكونوا فرقه انتصار على البلطجه وعلى الارهاب برافو عليكم السلام عليكم برافو عليكم